أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله، السائل سوداني يقول: فضيلة الشيخ، يقولون بأن الرسول مخلوق من نور، هل هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني آدم، وسلسلة آبائه وأجداده معلومة، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قد صرح بما أمر الله به، فقد قال الله تعالى له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال صلى الله عليه وسلم هو عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فقد خلق عليه الصلاة والسلام من طين كما هو شأن بني آدم كلهم. والذين خلقوا من النور هم الملائكة، فإن المخلوقات ثلاثة أقسام: قسم خلقوا من نار وهو إبليس وذريته، وقسم خلقوا من نور وهم الملائكة، وقسم خلقوا من طين وهم آدم وبنوه، وليس هناك قسم رابع. فهذا الحديث أو الأثر أو القولة المشهورة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور كذب لا أصل له. نعم.